الأمير عبد القادر الجزائري بطل وفيلسوف وشاعر ومعلم وفارس وقائد ملهم ومقاوم للاستعمار الفرنسي منذ بدايته كشاب من خيرة الفتيان الجزائريين. وقد خلد الفنان محمد راسم ذكر هذا الأمير الذي أرسى أسس دولة ذات جيش دائم، فرسم طابعين بريديين في أطر من المنمنمات البديعة الزاهية بألوانها المعبرة عن وقار صاحبها وتميزها. ما من الجيل هذا اللي جاي يعرف واش التاريخ تاع أمير عبد القادر، واش كان الفرنسي، واش كان العدو، واش كان أمور، دائما راه في قلبنا دائما. ما كي تجبد هذيك حاجات تفكرها أمير عبد القادر دائما راه في الذكرى. هالطابع اللي خرج باسمه هو توثيق للبطولات اللي دارها الأمير عبد القادر. الطابع البريدي اللي يحمل صورة الأمير عبد القادر، هي الأمير عبد القادر ويمثل الشخص الأول الذي أسس الدولة الجزائرية، هو الذي حارب الاستعمار الأول. يمثل رمز الثورة، رمز الناس اللي ما حبوش الاستعمار يبقى في البلاد. الأمير عبد القادر صانع الكفاح الجزائري والبطولات الجزائري. الأمير عبد القادر واحد من أهم صناع الثورة المجيدة ديالنا. الأمير عبد القادر بالنسبة لنا رمز من رموز الجزائر، الدولة الجزائرية القديمة والحديثة كذلك. الأمير عبد القادر من أحد الأعلام الكبيرة اللي ساهمت وكان لها دور كبير في صناعة الثورة الجزائرية تاعنا. الأمير عبد القادر هو شخصية ثورية عظيمة جسدت واقع الثورة الجزائرية خلال الأزمنة السابقة. نتحدث على الطابع للأمير عبد القادر. في هذا الطابع للرسام محمد راسم كأنها لوحة متحف أعطى فيها كل ما لديه من قوة من رموز للثقافة الجزائرية العربية في هذه اللوحة. البرنوس رمز السيادة، رمز من رسوم اللباس الجزائري المحض، وهو البرنوس العربي. الأمير عبد القادر الجزائري بريشة، نستطيع أن نقول الأمير محمد راسم الجزائري، فهو أمير التشكيل الجزائري الإسلامي العربي المعاصر، أبهر الجميع ويعتبر قدوة للتشكيل العربي الجديد. فلم يسقط محمد راسم في تقليد من تأثر بهم من فرس أو عثمانيين، بل وظف القواعد الأكاديمية الحديثة في منمنماته، وتأثر وأراد أن يعطي قيمة بصرية إلى الأمير الشاعر، فمحمد راسم شاعر والأمير عبد القادر شاعر، فالتقى الشاعرين في طابع بريدي يضم القوس العربي الإسلامي والثقافة البصرية الإسلامية. وهكذا نجح محمد راسم في ترك رسالة أبدية إلى كل متلقي. الأمير عبد القادر الجزائري يعني أمير السيف والقلم معا، هو شاعر بامتياز، مقاتل بامتياز، ورجل سياسي محنك، يعني شهد له العالم ليس فقط في الجزائر وفي الوطن العربي، من أسرة كريمة قاومت حتى الأتراك أو العثمانيين في وقت من الأوقات، خاصة والده عليه رحمة الله عند دخول الاستعمار في 1830. كان الأمير شابا يافعا، وكان في الحقيقة بعد كل المحاولات التي سعى فيها الشعب الجزائري لأن ينظم نفسه في مقاومة هذا الاحتلال الغاشم تحت أعذار كاذبة، ففشلت كل المحاولات، لكن الأمير تحرك في منطقة الغرب الجزائري مع والده وبايعه الناس مبايعتان في الحقيقة ليصبح قائد المقاومة بامتياز، إلى جانب مقاومات أخرى كثيرة، أكثر من 20 مقاومة قامت في الجزائر، ولكن مقاومة الأمير كانت مقاومة شبه وطنية تقريب في نفس الوقت التي كانت في الشرق مقاومة أحمد باي. الأمير عبد القادر رمز كبير لأنه هو قائد المقاومة الوطنية كما نعرف،
من بداية الاحتلال تقريبا 1832، والمعركة ومقاومته دامت أكثر من 17 سنة. وهذا الكفاح المسلح، وكفاح موش مسلح فقط، كان أيضا الرجل الذي أسس الإدارة، الذي أسس الجيش، الذي أسس العملة، الذي أسس أيضا مصانع للتسليح في مليانة، وكان رجل أيضا كما نعرف شاعر معروف، مفكر، مؤلف لكتب فلسفية. المهم كان رجل كامل بأتم المعنى للكلمة. ولذلك لن أتحدث عن الجانب الثوري والنضالي في حياته في الجزائر الذي كان بطولة نادرة في الزمان آنذاك. أحب أن أعرج على مسألة هي غاية في الأهمية. الأمير عبد القادر الشاعر المثقف المتصوف الكبير العالم والرجل الشريف، وينتمي إلى الأشراف، حين اختار دمشق أو سوريا أو الشام لتكون المحطة الأخيرة من حياته، وكأنه حامل لرسالة إنسانية عظيمة، سيما وأنه متأثر في الجانب الصوفي بآخر عباقرة التصوف الإسلامي وهو محي الدين ابن العربي، ولعل القدر جاد عليه كي يدفن أو كي يكون قبره محاذيا لقبر ابن عربي قبل أن يعود رفاة إلى الجزائر. وفي الخامس جويليا من عام 1966 تم نقل رفاة الأمير رحمه الله تعالى من دمشق التي ودعته بالمحبة والذكرى العطرة إلى الجزائر التي أعدت له جنازة رسمية مهيبة على عربة مدفع، واحتفل الشعب الجزائري في استقبالها بخشوع ووقار لتوارى الثرى في مربع الشهداء بمقبرة العالية.